بعد أكثر من 20 عاماً عادت هذه الجبهة العالية لتعانق نسائم الحرية. أقدم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال عبد الله أبو جابر، ها هو اليوم يغادر غياهب السجون إلى فضاء الحرية الرحب بعد أن أكمل فترة اعتقاله البالغة 20 عاماً ونيف. الحمد لله رب العالمين، أول شيء أنه من علي بالإفراج، والحمد لله رب العالمين. أنا الصحيح يعني شعوري لا يوصف، ولكن بدي أقول لك شغلة، أنه أنا الأمانة يعني قد ما بدي أكون أنا في هاي فرحة مش رح أقدر أفرح كما يجب، لأنه في الأخوة تركتهم وراي في سجون الاحتلال. بتمنى إن شاء الله من رب العالمين أنه يطلق سراحهم عن قريب. أبو جابر الذي تأخر موعد الإفراج عنه من الأحد الماضي وحتى صباح هذا اليوم، عاد إلى مسكنه في مخيم البقعة وسط ترحيب واحتفاء شعبي حار، ترحيب غابت عنه والدته التي وضعته وهنا وانتظرته كثيرا وغادرت ولم تودعه بعد أن توفاها الله. عاد عبد الله ومعه من القصص الكثير حول الظلم الواقع على أسران البواسل في سجون الاحتلال. إلى أخوة أردنيين تركتهم وراي في السجون الإسرائيلية، بتمنى إن شاء الله إذا تم إن شاء الله إطلاق إبرام صفقة تبادل قريبة، وأنا سمعت يعني كلام كثير كويس بالنسبة للموضوع هذا قبل ما أطلع، وبتمنى إن شاء الله أنها تتم في أسرع وقت ويتم شملهم. فرحة لا توصف، والكل شاف طبعا فرحة الكل، في الصغير مع الكبير كلهم مبسوطين، والحمد لله إنه فك الأسر عنه ورجع لبلده وبين شعبه. مشاعر يعني ما تنوصف، مشاعر فرحة، مشاعر مختلطة بالحزن، عشان ما شاف لا أمي ولا أبوي ولا أختي، توفوا في خلال 20 سنة اللي كان فيهم معتقل. يعني الله يعينه، احنا بنحكي وإن شاء الله إن شاء الله الله يفرحه، وإن شاء الله خلص من هنا ورايح عنا أفراح إن شاء الله. الإفراج عن أبو جابر اليوم يقلص عدد الأسرى الأردنيين إلى 21 أسيراً يقضون ظلماً فترات حكم مختلفة في سجون الاحتلال، وسط مطالبات أردنية رسمية وشعبية بالإفراج عنهم. عاد أبو جابر إلى منزله مرفوع الرأس محمولاً على الأكتاف، ولكن وبعد أن يقفل على نفسه الباب، أي آلام من تلك التي ستغتاله؟ أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، مخيم البقعة.